اذكر، اذكر كلمة باللهجات العراقية والعربية بمعنى هكذا، باللهجات العراقية والعربية. نعم انت بمعنى هيجي. هاك هيجي هيجي. نعم هذا موجود، واقوى احتمال هيجي بالعراقي. قرر مع من نلعب، معكم ام معهم؟ ويانا. تفضل اخ داوود وتفضل اخ عماد. اي بس اي ما يخالف، مو انتم مو انتم جدكم وما فتحتوا اثنين، كان لو فاتحين واحد كان فتحتوا. واخ علي، كلمة، اذكر كلمة باللهجات العراقية والعربية بمعنى هكذا. المصري يقولون كده. كده بالمصري يقول كده هكذا. نعم برافو. الاحتمال الثاني والاخ هشام بالخليجي اي كذي 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 بالخليجي كذي كذي كذي. صح برافو برافو. وسطها، اذكر لي كلمه باللهجات العراقيه والعربيه بمعنى هكذا. هيك. ها هيك. الله هيك. هيك يا كيك. هيك يا كيك. يا كيك يا هيك. انت ولا هيك 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 هيك. شبيك قل لي هيك. قل لي هيك. لا قل لي هيك. هذا غش والله. هذا غش عيني. انت راح يسمعوك. هي هذا غش. هيك هيك عيني. واستاذ داوود يلا عيني، اذكر لي كلمه باللهجات العراقيه والعربيه بمعنى هكذا. طلعت عندنا هيك بالعراقي وكذا بالمصري، هيك بالشامي، وكذي كذي بالخليجي. هي كذي يمكن كذي 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 كذي. نعم اها. ويلي قامت تصعب. وي صعبت شيء من اذا سامعه من اخطارنا العربيه هوايه اكو لهجات. خطا الاول. والاخ علي انت صافن لها راح تعرفها. شو تقول اخ علي؟ جاي يمشي على الدول هسه. مصر عبرت للجزائر. ما اعرف بس بزاف هسه. صح مو صح ما ادري. شنو؟ لا شنو بزاف؟ لا 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 ما قالها. مو لا ما قالها. ما قالها. ما اعرف بزاف. الخطأ الثاني بزاف يعني هواية. هواية يعني. آه. والخطأ الثاني، المنتخب الوطني يفكر باللهجات العراقية والعربية. اذكر لي كلمة واحدة فقط. لويش. بمعنى هكذا. لويش. لويش سؤال. ليش لويش؟ لا هكذا.